السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. رئيس هذه الحفلة الثقافية الإسلامية المباركة الميمونة والقضاة الماهرون المستمعون الأعزاء، أرحبكم ترحيبا حارا، أهنيكم تهنية مباركة، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، كنت أمامكم لألقي عليكم كلمات مهمة حول موضوع العبادة، وبتوفيق الله سيبين كلماتي حسب استطاعي إن شاء الله. العبادة تعريفها لغة التذلل والخضوع، شرعا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. سبب تسمية الله بالشرع على المكلفين عبادة لأنهم يلتزمون يفعلون خاضعون متذللون لله. أركان العبادة ثلاثة: الأول المحبة، الثاني الخوف، الثالث الرجاء. شروط صحة العبادة وقبولها: شرطان، الأول الإخلاص، والدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. متفق عليه. العبادة نوعان: الأول عبادة شرعية، الثاني عبادة كونية. العبادة الكونية تعريفها هي الخضوع لأمر الله تعالى الكوني، وهي تشمل جميع الخلق لا يخرج عنها أحد، المؤمن والكافر والبر والفاجر. والدليل قوله تعالى: إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. العبادة الشرعية تعريفها هي الخضوع لأمر الله تعالى الشرعي، وهي خاصة من أطاع الله واتبع ما جاءت به الرسل. والدليل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأخيرا أقول لكم إن هذا الموضوع ضروري ومهم جدا في حياتنا الإسلامية، فعلينا أن نهتم ونعلم به في أسرع وقت ممكن، والله ولي التوفيق. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. مع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو الله، هو الله، هو الله، الله.